وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم. فقرتنا دلوقتي عن السمنة، السمنة أسبابها وكمان بقى هنقدم حلها، بس الجديد في الفقرة إن إحنا هنسيب حضراتكم أنتوا اللي تسألوا، لا أنا هسأل معاكم طبعا يعني، بس أنتوا برضو ممكن تكلمونا وتسألوا وتستفسروا عن أي سؤال عايزين توجهوه، تعرفوا أكتر عن أضرار السمنة، نعمل إيه في الوزن الزايد. وضيفنا اللي منورنا كالمعتادة هو دكتور محمد تركي المدرس بكلية الصيدلة. إزيك يا دكتور؟ إزيك؟ الحمد لله إيه؟ كله بخير الحمد لله. المرة اللي فاتت لما سيبنا المشاهدين يسألوا حصل انفجار أسئلة طبعا، والحقيقة واضح كده إن كل واحد بيبقى عايز يسأل في حاجة أو مشكلة بتبقى عقبة بالنسبة له، لأن مش كل الناس أسباب سمنتهم زي بعض. بس لغاية لما نبدأ تليفوناتنا، هل في أسباب محددة وراء مرض السمنة؟ حلو قوي انك قلتي مرض السمنة. أيوة. يعني ما قلنا بدأناها بكلمة صح تماما، مرض السمنة. السمنة مرض ومرض بيجيب أمراض صح. وكلمنا كتير عن الأمراض اللي بتجيلي مع مرض السمنة. أيوة. ده توأم ملتصق مع مرض السمنة بالظبط كده، الباب أيوة. اللي بيتفتح وبنلاقي جوه الضيوف اللي هي الأمراض اللي مش مرحب بيها خالص اللي بتدخل جوه جسمي بسبب السمنة صحيح. ولكن بسرعة جدا يعني السمنة تتلخص في الأكل عشان يبقى الكلام بسيط وما نقعدش نكبر الموضوع ونقول الكالوريز والكلام دوت، هو صح وكل حاجة، ولكن نسبة أكلك أو كمية أكلك مش هقولك بقى إيه نوعية أكلك، لا كمية بتاعت أكل أيه. لأن ممكن تكون النوعية صح، النوعية ما فيهاش لخبطة والكلام ده، ولكن ما تخسش وتلاقي نفسك عندك سمنة برضو. ليه؟ لأن كميات الأكل كبيرة جدا. وأقعد أقول أنا باكل أكل صحي، وأقعد أقول أنا باكل أكل صحي ومنتظم ومش عارف إيه، بس ما بخسش. ليه؟ لأن الكميات بتاعتك بتبقى كبيرة. طيب أشهر أربع أسباب زي ما بنقول كده، أو أشهر أربع مسببات لمرض السمنة ممكن نلخصهم في أربع جمل كده. أول حاجة زي ما بنقول كده الإيه؟ الأكل طبعا، إن أنت بتاكل أكل كتير صح. طيب في حاجات غير الأكل؟ إن أنت ما بتمارسش رياضة وقاعد على طول، كان صديقة بالظبط كده، صديقة الانسان أيوه؟ الانسان عامة الإنسان. طيب وفي حاجتين غير اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الاكل والرياضة يعني او الكسل، حاجتين مرضيين يعني ايه، بتبقى حاجة اسمها الغدد، بيبقى عنده مشكلة في الغدة الدرقية او بيسموها الثيرويد جلاند، لو فيها خمول ده بيقلل من مستويات الحرق بصورة كبيرة، ودوت بيخلي الوزن يبقى زيادة. وطبعا اخر سبب او الحاجة اللي برضو ما بنعرفش نتحكم فيها احنا هي الجينات. الجينات يا جماعة ممكن تنقل لي السمنة، يعني لو انا عندي الهيستوري يعني والدي والدتي جدي جدتي الناس اللي هم الاقربون ليا عندهم سمنة او بيتخنوا بسرعة او زي ما بنقول كده بيشموا الاكل يتخنوا أيوة. بنسبة كبيرة جدا انا لما هاجي اكل او هاكل اي نوع من انواع الاكل هيجي لي برضو مرض السمنة. انا اقدر احارب عنصر الوراثة؟ يعني مثلا الكسل فهمية، الغدة بتتعالج في أدوية، الأكل الملخبط، لكن هل الوراثة بالنظام الغذائي أو بكيفية حضرتك يعني تقول لنا عليها، هل ممكن نكافح عنصر الوراثة؟ بصي الأربعة نقدر نكافحهم. أول حاجة طبعا أي حاجة ممكن يعني ممكن بتدخل بسيط جدا نقدر نسيطر عليه. الأكل ممكن ما ناكلش أو نقلل في أكلنا صح. زي ما تقولي الكسل أو الكلام دوت نقدر حتى نمشي نتحرك حتى في البيت، يعني ما نبقاش إيه نايمين على طول، نتحرك كتير أو نمارس أي رياضة حتى في البيت. طيب الغدد زي ما حضرتك قلتي برضو ليها دواء خلاص عليه بينشط الغدة أو واتيفر. الجينات حتى الجينات أنت عندك مشكلة إن هو زي ما نقول كده بيبقى طالع بيحب الأكل. طب أعمل إيه؟ هنا ألياف صوتي تتدخل في الأربع حاجات دول. أوكي. يعني نقدر نسيطر بيهم على الاربع حاجات دول. ليه؟ لان انا لو اديتك حاجه مشبعاك او انت بتاكل الياف صوتي دي بتخليك شبعان لمده 10 ساعات عمرك ما هتاكل اصلا صح، فعمرك ما هتزيد في الوزن. وبكده نبقى سيطرنا على فكره الجينات، انت عندك جينات انك ممكن بس تدخل بس مش هتملى دهون لوحدها بس ايوه هي مش هتيجي لوحدها، هي مش الدهون والاكل، لازم انت هتعمل لها حاجه بالظبط، لازم انت هتدخل الاكل دوت، انت هيبقى عندك استعداد لده، فانت بتاكل اكل كتير فبيتحول لدهون فبيعمل لي مرض السمنه. انا لو قللت في اكلي باستخدام الياف صوتي اللي بتديني شبع او احساس بالشبع لمده 10 ساعات في اليوم عمري ما هاكل او هاكل نسب قليله جدا. وهنا نرجع لفكره الكميه، انا كل ما بقلل الكميه كل ما السمنه او فكره الزياده في الوزن عامه، سواء بقى انا ما باكل اكل ملخبط، سواء انا ما بتحركش وما بلعبش رياضه، سواء عندي غده، سواء جيناتي فيها السمنه، سواء اي حاجه من الحاجات دي هقدر اسيطر على الاربعه دول.
طيب احنا عايزين نبدا اول تجربه لغايه لما يبدا يجي لنا التليفونات من اللي عايزين يسالوا، او عايزين كمان على فكره براحتكم لو عايزين تقولوا تجربتكم مع سوتي برضو احنا عايزين نكتشفها ونعرفها معاكم. ايه اول تجربه بقى؟ اول تجربه دايما بقولها سوتي بتعمل ايه في الجسم؟ يعني احنا قلنا سوتي هيسيطر على الشبع او هيسيطر على الجوع، يعني هيخلينا شبعانين. طب معلش جبت تليفون معانا تليفون اقطعك بقى. طيب. يا هدى. الو هدى ازيك؟ ايوه مساء الخير. مساء الفل يا هدى، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. معانا دكتور محمد تركي في الاستوديو. انت بقى هتحكي لنا تجربه ولا تسالينا سؤال؟ لا انا عندي مشكله بصراحه وعايزه احلها من الدكتور. اتفضلي. تمام. ازيك يا دكتور الاول؟ ازيك يا هدى عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ انا دلوقتي شهيتي للاسف مفتوحه جدا وما بعرفش اسيطر على نفسي، ونفسي ابقى زي اصحابي، ما بقدرش اكمل يعني السندوتش الواحد انا باكل 2 أو 3. فانا كنت محتاجه حاجه ان هي توقف عندي الانفتاح الرهيب ده في الاكل. انفتاح فعلا، كلنا احيانا بنعاني من الانفتاح ده. وزنك عامل ايه يا هدى؟ يعني لا انا وزني كبير، يعني حوالي 90 كيلو يا دكتور. كام سوري؟ 90 كيلو. 90 مع ان انا لسه صغيره حوالي 23 سنه يعني. طب وطولك؟ طولي 165. اه لا في هنا زياده، احنا بنتكلم مش اقل من 30 35 كيلو. عايزين نتخلص منهم. طيب انت طبعا انت تعرفي سوتي، يعني عارفه ان انا بصي مشكلتك دي حلها سوتي، يعني بالزبط. الحل المباشر ليها سوتي. انت موصوف لك يا بنتي سوتي. ايوه لان ديت اللي هيسيطر على الجوع عندها. هي بتقول حاجه مشكله. شكرا هدى. هي بتقول مشكله عندنا كلنا. بس هي عندها اوفر شويه او لا. زياده شويه. هو ممكن الواحد ساعات ايه يعني نفسه تبقى مفتوحه شويتين. هي بتقول لك انا لكن كل هي ما دايماً. بنزل مش باخد سندوتش واحد ولا اتنين، لا ده انا باخد 3 واكتر. ايوه هنا الحل السحري في الموضوع ده هو احساس الشبع. لان انا لو حاسس بالشبع عمري ما عمري ما هاكل. صح ولا لا؟ طيب سوتي هيعمل لي ايه في الموضوع ده؟ ده انا بقول لك هي يعني كانها موصوف لها. بالزبط. سوتي هيعمل اللي احنا هنعمله في التجربه ديت، اللي هو ايه؟ اللي هو بيملى الحيز بتاع المعده، بيملى الفراغ اللي في المعده. عشان هي كده بتاكل 3 و4 سندوتشات. طيب انا دايما بيبقى معايا انيميشن كده بحب افرجه، اللي هو ايه اللي بيحصل عشان مشكله هدى؟ أوكي. ايه اللي بيحصل جوه الجسم اول ما باكل الياف سوتي؟ هنلاقي معانا دايما هي طبعا فكره الزيرو كالوري. وانا بنصح الناس يعني ايه؟ يعني نقلل الكالوريز او السعرات الحراريه اللي داخله جوه جسمنا. صح. طبعا احنا بصي لو استخدمت هي دي مشكله هدى. مشكله هدى ايه؟ انها عايزه تملى معدتها. عايزه تملى معدتها. سوتي بتنزل في المعده. بتنفش، بشرب طبعا 3 كوبايات ميه بعديها. بتنفش الالياف ديت، بصي بتغطي لي 90% من المعده. طيب انا لما يبقى عندي 90% من المعده بتاعتي مليانه، هل هقدر اكل 3 سندوتشات و4 سندوتشات؟ لا لا، ده لو كلت ساندوتش واحد بس هيبقى انجاز. هيبقى يعني انجاز. وانا عايز اقول لها كمان انها 30 كيلو ديت الياف سوتي بتنزلنا من 4 ل10 كيلو في الشهر الواحد. على حسب طبعا الاستجابه، ولكن اقل حاجه ممكن تنزليها في الشهر 4 5 كيلو. أوكي. طبعا احنا لو مشينا على الكلام دوت لمده 3 شهور او شهرين حتى على الاقل، هتلاقينا نزلنا 20 25 كيلو اللي هم تقريبا اللي عاملين اللي هي مشكلتها. بالظبط، اللي هي عامله لها مشكله. طيب نبدا بالتجربه، لان اكيد هدى عايزه تعرف شكل الالياف داخل المعده هيبقى عامل ازاي يا دكتور. طيب احنا معانا دايما كوبايه الميه اللي هي نص كوبايه ميه خلاص، ومعانا باكت الياف سوتي. هنعمل ايه؟ هنفرغ محتويات الباكت ده. انا بفتحه كده زي ما احنا شايفين، وهبدا افرغ محتويات الباكت بتاعي في نص كوبايه ميه. طيب دي حاجة برضو من الحاجات المهمة، ان باكت الياف سوتي يا جماعة 17 جرام من الالياف الطبيعية. مفيش اي باكت الياف طبيعية موجودة او لسه هتتعمل فيها 17. ده كم كبير. 17 جرام ده رقم كبير جدا. انا عايز اوريكي، بصي انا اول ما حطيته في المية اللي حصل بدأ على طول يعمل ايه؟ يمتص المية دي كلها. صح. كالكع. بصي يعني عشان الناس كمان اللي بتسال على طريقه التحضير لو في مشاهدين، مش اسهل من كده. مفيش اسهل من كده. بالظبط كده. كوبايه ومعلقه وسوتي. بالظبط. هقلبه كده. في ناس بتحبه عشان برضو ايه، الناس برضو بتتفاوت في الايه، في الرغبات. طبعا في ناس بتحب الالياف ما تبقاش ماسكه قوي. فانا بنصحها انها ايه، يتزود الميه قوي. خلاص، وقبل ما يمسك على الاخر كده زي ما انا بقلب. قبل ما يمسك اقدر اكله اهو كده. بصي كده طري شويه. يعني معنى كده حضرتك بتقولي ان لو اتساب كل ما هيتساب. بصي المعده بقى بتعمل ايه؟ المعده بتعمل ايه عشان انت بتسالي إيه، او هدى بتسال هيعمل لي ايه في معدتي؟ المعده بتعمل اللي انا بعمله ده.
معدتك بتقعد تقلب الاكل كده. طب لما هتقلب الاكل كده زي ما انا بقلبه ايه اللي هيحصل؟ الالياف هتمتص الميه كلها، هتفضل تقلبها كده لغايه ما تمتص الميه كلها. طب بعد ما تمتص الميه هيزيد، بصي بصي بقى الشكل عامل ازاي. واو بصي عمرها ما هتنزل من المعلقه، خلاص كده مسكت خلاص تماما. ده كده كان في حجره في المعده يا جماعه، لانها شربت الميه كلها خلاص. وانا عايز اقول لك ان انا ايه، كل الحته دي هتتملي مع شرب الميه. يعني وانس ان انا بقعد اشرب ميه، ونبقى نعمل حلقه للميه وعلاقتها بالسمنه، هتملى لي كل دوت من الالياف الطبيعيه طبعا، هتمتصها وتملاها خلاص، ما بقتش عايز اكل، ما بقتش قادر. يا دكتور لما عملنا مره زودنا الميه قوي بالظبط، وفضلت انا قلت بقى هيبقى خفيف بقى موت. لا عمره ما ما خفش ولا اي درجه، طول ما المعده بتقلبه وطول ما احنا بنقلبه المعده هتعمل نفس النظام ده جوانا، هيمسك الميه كلها وهيعمل لي زي كلكيعه كده او حجره كده بالك كده في المعده، مش هبقى قادر اكل. طب نرد على اميره. اميره مساء الفل، ازيك؟ مساء الخير، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار دكتور تركي ايه؟ ازيك؟ اهو معانا، اتفضلي. ازيك؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ انا عايزه اتواصل مع حضرتك اصلا بقالي فتره. لا تحت امرك، وصلتي بالسلامه. تحت امرك. انا عندي سؤال يا دكتور دلوقتي. انا عندي والدتي تعبانه، هي عندها ضغط والسكر، هي كمان برضو مش بتقدر تتحرك بسهوله، وانا برضو بشتغل وبسيبها لوحدها فتره طويله. فعايز اعرف هل الياف صوتي تبقى كويسه مناسبه لحالتها؟ استاذنك بس، والدتك عندها كام سنه؟ دي حاجه مهمه. عندها 68 سنه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديها طول العمر. تمام تمام ماشي. فانا عايزه اعرف هل الياف صوتي هتتعارض مثلا معاها او مع الضغط والسكر وكده؟ طيب انا عايز اسالك على حاجه. انت لما اي حد لما بياكل فاكهه بتتعارض مع حاجه؟ لا خالص، عمرها ما هتتعارض. ليه؟ لانها مستخلصه من الالياف الطبيعيه دي، مستخلصه من الخضار والفاكهه. فاكيد والده حضرتك بتاكل ايه؟ خضار وفاكهه طبعًا. صح كده ولا لا؟ محدش بيعيا من الخس والفاصوليا ابدا، ولا هيحصل لها حاجه، بل بالعكس هتقل في الوزن. بس انا يهمني اعرف هي وزنها كام؟ يعني هي انا عرفت السن، عايز اعرف وزنها. لان ما سمعتوش. ايه هو الوزن؟ 105. لا كتير. كتير قوي على السن، لان الحرق نسبه الحرق في الاعمار المتقدمه بتبقى نسب الحرق اضعف. فاحنا لازم 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 نسيطر على ده، والشهيه طبعا هتبقى مفتوحه. هتلاقيها طبعا بتحب الاكل عشان قاعده، عشان كمان قاعده وبتطبخ وكده، فطبعا الشهيه هتبقى مفتوحه. لازم نسيطر عليها بالياف صوتي. النسب الخرافيه بتاعه نزول الوزن في السيدات والرجال اللي اعمارهم كبيره مع صوتي بتنزل نسب حلوه جدا ونسب خرافيه. يعني 105 كيلو دي ممكن في خلال شهر تلاقيها بقت 90. يا هي في حركتها بطريقه غير طبيعيه. بالظبط. حتى لو حركتها قليله، ولكن الناس الاعمار الكبيره صوتي يعني بيشتغل معاهم شغل جميل جدا، وبيخسسهم زي ما بقول كده، ممكن في الشهر توصل ل 10 و15 كيلو. واو. فطبعا انا انصحها انها تاخده على طول، يعني ما تستناش، لان 105 كيلو كتير. طيب احنا بشكر طبعا اميره على التواصل معانا. مش عايزين ننسى يعني ناخد قد ايه مثلا الجرعه؟ الجرعه قد ايه؟ طيب في اليوم انا دايما بقول ايه، وهل تختلف مثلا ما بيني وما بين اميره وما بين مامتها ما بين حد صغير؟ سؤال رائع. بس انا دايما بقول ايه، انا ولا بعمل لك نظام ولا بقول لك كله وما تاكلش، ولا بقول لك احرمك من حاجه. أيوة. وعشان كده ما بقولكش برضو حاجه محدده في الايه، في الجرعه. انت واحد شهيته مفتوحه جدا مثلا، ياخد باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء، بيتغدى ويتعشى، ياخد باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء. طب واحد شهيته نص نص مش مفتوحه قوي، يقدر ياخد باكت واحد بس قبل الوجبه الكبيره. طيب لو طفل ياخد نص باكت بس، لو طفل يعني 7 سنين 8 سنين 10 سنين، ياخد نص باكت بس، هيكون كافي جدا وهيديله احساس بالشبع للعشر مدة ساعات مده طويله. يبقى اذا على حسب اكلك او على حسب قدرتك على الاكل. انت والله بتحب الاكل قوي، هناخد باكت وباكت. أوكي. باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء، يعني توتال 2 في اليوم. طب انت متوسط، لا ناخد باكت واحد. أوكي. طب لو انت صغير اطفال او كده، ياخد نص باكت، نقسمه نصين بالظبط. طيب معانا عبد الله على التليفون، ومش عايزين ننسى العروض، قولوا ست الستات. ها بس ناخد عبد الله الاول. الو عبد الله. ايوه استاذ دينا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك، اتفضل. انا كان عندي استفسار بخصوص الياف صوتي. اتفضل. هو انا مراتي حامل، مراتي كانت حامل وولدت، وهي دلوقتي في فتره الرضاعه. حلو، مبروك. بس الله يبارك في حضرتك، بس هي جسمها زاد قوي يعني، خاصه من منطقه البطن. هل الياف صوتي يعني عادي ان هي تاخدها في فتره الرضاعه؟ الرضاعه. حاضر يا استاذ عبد الله، اشكرك. بصي اولا طبعا الف مبروك يا استاذ عبد الله على البيبي. بيبي.
ثانيا وده المهم ان بعد الحمل دايما بنلاقي تجمعات من الدهون حوالين البطن وحوالين دي بتلاقيها كتير. وبالذات عايزين ميكروسكوب يروح على الدهون دي ويخلصنا منها. طيب الياف صوتي تقدر تعمل له ايه او يعني تعمل لها ايه في فتره؟ طبعا هو امن جدا زي ما بنقول لانه طبيعي 100% زي ما الاستاذه اميره برضو سالت على ان هو ممكن لا هو امن الرضاعه او ضغط او سكر او قلب او اي حاجه هو امن جدا ما فيهوش اي مشكله ناخده. ولكن هيعمل ايه مع دهون البطن دي؟ أيوة. هيأثر ازاي على مهم قوي الحكايه دي كده. انا دايما كنت بقول برضو عشان الناس تبقى فاهمه ومتخيله شكل الدهون. الصوره اللي انا كنت دايما بجيبها معايا شكل الدهون يا جماعه عامل ازاي جوه جسم الانسان. الدهون شكلها ملوش شكل. يعني ايه شكلها ملوش شكل؟ يعني دي اكتر من البيبي. البيبي بيتولد وايه في مكان الدهون. فانت الدهون ديت بتعمل لك شكل irregular او شكل مش متماثل وبيخلي شكل الجسم وحش بصراحه. صح. خلينا نكون واقعيين. صح. ولكن انت لو نزلت الدهون دي شوفي 2.5 كيلو من الدهون بس هيفرقوا كل البلك اللي انت شايفاه في الصوره دي. صح. طيب الدهون ديت كمان بتاثر لي على الشرايين والاورده زي ما بنقول. يعني مش بس شكل وحش بالظبط كده، لا دي بتاثر على الشرايين والاورده. أيوة. وبتغلفها لي كده، ولا قدر الله طبعا تعمل لي حاجه زي الجلطات اللي هي المنتشره دلوقتي عشان الاكل اللي كله دهون وايه صحيح. وزيوت وحاجات مقليه. طيب الياف صوتي بقى هتعمل لي ايه على الدهون دي؟ الياف صوتي هتعمل لي ايه على الدهون دي؟ انا دايما بجيب معايا الكوبايه الثانيه لو انت حضرتك عارفه اكيد، وبجرب عليها ايه الدهون. الماده الدهنيه، الماده الدهنيه بقى او الزيت او الدهون دي. طيب انا هحط شويه دهون، اشيل بس المعلقه دي واحط شويه دهون كده. خلاص الزيت ده يا جماعه هو ده، او السمنه او الزبده او اي حاجه هو بتطفو على وش المعده. بالظبط هو ده الكرش اللي احنا بنقول عليه كرش، ده هو بيبقى متكون من الدهون دي. وطبعا هي السيده طبعا بعد الحمل بعد ما بتخلف بيبقى عندها كميه من الدهون كتيره قوي. طيب الياف صوتي هتعمل ايه؟ احنا اتفقنا هي طبعا تقدر تاخد 2 باكت في اليوم. خلاص هنجرب اول باكت اهو، حطيناه على الدهون ما عملناش اي حاجه، وهنكمل يومنا عادي خالص وناخد الباكت التاني ونشوف تاثيره. يعني دي الجرعه اليوميه، هنشوف تاثيرها اليومية. ايه على الدهون في جسمنا؟ هاخدها بقى ايه باكت قبل الغدا وباكت قبل العشاء واشوف تاثيرها على الدهون هيبقى عامل ازاي. بصي انا فرغت لك كده المحتويات الباكتين اهو، وبصي بقى مش هتدخل معاها، انا هسيبها كده على جنب يعني كده، ونشوف هتعمل ايه في جدار الدهون ده. ممكن نبعد الكوبايتين عن بعض عشان الكاميرا نشوف بقى بوضوح هيحصل ده. بصي ايه بصي ده لا ده حديد وصلب خلاص، ممكن ما تعرفيش تطلعي المعلقه منه يعني باين ده كده خلاص. طيب عندي معلش سؤالين وحضرتك بتبعد الكوبايه كده. اول حاجه الطعم ايه؟ الطعم والعرض. بصي في طعمين وفي عرض واحد بس. اوكي الطعمين عرض عرضين العرض هنا عرضين. الطعمين اللي عندنا طبعا في طعم الفانيلا للناس اللي بتحب الحاجات اللي سويت بالظبط كده الكوكيز والحاجات القريبه منها، وفي طعم الفواكه. أوكي. في طبعا طعم فواكه استوائيه عارفه الحاجات اللي هي ايه ليه، عشان الناس اللي بتحب الحاجات اللي بالشكل ده تروح عليها والناس اللي بتحب الحاجات اللي بالشكل ده تروح عليها. طيب هل ممكن اغير في الاطعمه؟ ده سؤال برضو مهم. انا بقول لك ممكن تستخدمه على اي حاجه، على حليب خالي الدسم. ممكن تحط عليه كاجو وفستق اي حاجه من المكسرات شغال. ممكن احط فواكه؟ ممكن تحط طبعا أوكي. حط فواكه اللي انت عايزها. طيب ممكن احط عليه نص معلقه عسل ابيض حلو برضه على فكره. مش نص معلقه العسل هي اللي هتعمل كم دهون؟ مش هتعمل اي حاجه، احنا اتفقنا بقى. انا بقول لك هتاكل اللي نفسك فيه دكتور. بصي حصل سقوط اضطراري لصوتي بدات عشان نفهم الموضوع ده حصل ازاي. لازم نعرف ان الالياف نفسها اللي هي اللي تحت دي كسرت. هتعدي ازاي؟ مثلا ده باب الدهون دي عامله زي الباب، هتعدي ازاي وتخترق وتنزل؟ لازم تكون عملت ايه؟ كسرت حته في الباب ده عشان تعدي. صحيح. وهو ده الاختلاف بقى يا جماعه، انها عشان هي طبيعيه فبتخلي الجسم يعمل ايه؟ هو اللي يحرق بقيه الدهون دي. هي ما بتحرقش الدهون، هي بتكسر لي الدهون، بتفكها لي من بعض. هي بتلزق في الدهون بالظبط كده، فالدهون بتتكسر فتتكسر. طب ايه اللي يحصل بعد ما تتكسر؟ الحرق بتاع الجسم هو اللي ايه؟ هو اللي يقوم بالواجب بقى كله كده. فانا كده بقى نظام طبيعي وامن. واهم من كل ده ان لو وقفت الالياف ما بيرجعليش التخن تاني او السمنه تاني. ليه؟ لان الجسم خلاص اتعود انه يحرق. انا مش بديك هنا حبايه ولا اقول لك هي دي اللي هتحرق لك. صح. ولا بديك مشروب اقول لك هو ده اللي هيحرق لك. لا، الجسم بنفسه هو اللي هيساعد نفسه انه يحرق. بالزبط. وهي ده المقصود، هو ده المقصود في الحاجه الطبيعيه يعني. طبعا قبل ما انسى انا بقى انا عايزه العرض بتاع العرض. ست الستات. انا حاولت الف في الكلام بس لا برضه الا دي الا الحته دي. طيب العرض وهنا نقف. لا طبعا بالعرض. احنا بس اهم حاجه نقول ايه كلمه السر، الكود بتاعنا ست الكود الستات. بتاعنا ست الستات.
يعني بقى يتكلموا يقولوا لنا كده ايه ست الستات ياخدوا 50% على طول خصم. ببساطه شديده اللي مش هيقول ست الستات يعني خسران 50% من الفلوس اللي هيدفعها. بالظبط 50% عرض كويس جدا نبدا فيه. يعني نبدا دايما ليه؟ عشان زي ما بقول كده الناس بتكسل. صح. طب لا هنا في دلوقتي بقى في زقه في عرض اهو يلا نبدا كلنا. ومش بس العرض لا ده في كمان عرض تاني هديه برضو. نظام المتابعه يا جماعه. احنا في نظام متابعه كل اسبوع يعني 10 ايام لما اتصل طبعا لو طلب حد هيرد عليا يقول لي اعمل ايه يعني. مش لما تتصلي احنا مش هنستنى لما تتصلي. انت خلاص اتصلتي وبداتي الكورس. أوكي. وبدانا نخس بعد اول 10 ايام حد هيكلمك. أوكي. يقول لك خسيت قد ايه؟ طب اعمل لي انبادي. طب كان وزنك كام وبقى كام؟ طب بتشرب ميه قد ايه؟ بيتابع معاك كل التفاصيل. طيب معانا عامر. مساء الخير يا فندم. مساء النور. ازيك يا استاذ عامر؟ عامل الله ايه؟ الله ازيك يا مدام دينا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور محمد تركي معانا اهو. اتفضل. الحمد لله يا فندم. ازي حضرتك؟ هتسالنا ولا هتقول يعني لا والله النتيجه بقى؟ انا هقول على النتيجه بصراحه يعني وبشفافيه جدا. اني انا اتصلت وجابوا لي المنتج علبتين. تمام. انا استعملت علبه واحده لمده 15 يوم. كنت باخد نص كيس قبل الفطار ونص كيس قبل العشاء. تمام. فبصراحه يعني خسيت في ال 15 يوم دول يعني من 4 ل 5 كيلو. حلو قوي. حلو قوي. من 4 ل 5 كيلو. ايه اللي خلاك تاخد نص؟ ايه اللي خلاك تاخد نص؟ هل بدات الاول بكيس وبعدين لقيته كتير عليك؟ لا انا قلت نص فندم كده اجربه. هل لو انا شهيتي فضلت مفتوحه تمام هبتدي اخد الكيس كامل. لو شهيتي ابتدت تقل وابتديت رغبتي في الاكل تخف يبقى انا خليني ماشي على النظام ده نص قبل الفطار ونص قبل العشاء. في كده تخطيط مظبوط. طيب بالظبط كده يا فندم. دكتور محمد عايز يسالك بقى هو بيبقى كنت كام وبقيت كام؟ دي مهمه. انت نزلت 4 5 كيلو انت كنت كام اصلا عشان لو كنا هنكمل؟ انا كنت 142. يا لا لازم 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 كنت 142 وبقيت 138 يعني. حتى ابتديت يعني احس بالاختلاف دوت في لبسي للبناطيل وللقمصان. طبعا طبعا. لا وانا عايز اقول لك انها هتفرق معاك لو كملت الشهر هتنزل 10 كيلو. انت قلت لي في 15 يوم. 15 يوم. 15 يوم يا فندم لان انا باخد كيس واحد في اليوم. حلو جدا. قبل الفطار وقبل العشاء ممكن يوصل ل 10 كيلو. في الشهر هتوصل باذن الله ل 10 كيلو يعني ما كانش اكتر كمان. صح. ان شاء الله يا فندم باذن الله. طب في اي اعراض جانبيه؟ في حاجه ضايقتك عامه؟ انا بحب انا كصيدلي دايما اسال. لا 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 بالعكس يا فندم والله هو يعني منتج امن جدا للمعده وما بحسش باي اضطرابات معويه او باي حاجه بالعكس. ده حتى يعني هو بطعم المانجا وبالفواكه وحاجه يعني محترمه. يبقى انا عرفت انت بتاخد اللي هو بتاع الفواكه بقى. ايوه بالظبط كده يا فندم. هو لجاني الفواكه. ايوه جميل. انا بشكر حضرتك استاذ عامر وعقبال بقيه الكيلوهات وتكلمنا تقول لنا تعمل لنا ابديت كده كل مره نقصت كام كيلو الشهر ده. طب ده يخليني اسال سؤال. يعني نص باكت ونص باكت وعملوا التاثير ده، هل النص باكت هينفش قوي كده زي الباكت زي ما اتفقنا؟ وممكن مش نص باكت، انا عايز اقول لك كمان ممكن معلقه منه واقلبها هينفش. هو في الالياف الطبيعيه والالياف الغير الطبيعيه اللي هي بيسموها الياف زائبه والياف غير زائبه. خلاص الاثنين دول عاملين كده كومبينيشن مع بعض والاثنين بيقوموا عاملين مصين الميه ونفشين. طيب الالياف ديت يعني ايه فكرتها في انها بتنفش؟ فكرتها انها بتنفش انها ما بتدوبش في الميه. فبتقوم اخده الميه كده مصها عليها وقاعده تفضل قاعده في المعده. طب لما تفضل قاعده في المعده هحس بالشبع. ولكن في ناس شهيتها بتبقى عاليه قوي. أيوه. في ناس شهيتها بتبقى عاليه يعني في ناس ممكن نص باكت ويقول لي لا انا عايز اخد كمان نص باكت كمان. في ناس شهيتها كده. ولذلك انا دايما بقول باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء هيكونوا كافيين جدا 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 للاحساس بالشبع طول اليوم. طبعا طبعا احنا قدامنا اهو صور قبل وبعد. وبصراحه بصراحه يعني مش احنا ست الستات لكن حتى تجارب الرجاله بنعرضها مع حضراتكم. لان الست كمان اوعوا تفتكروا يا رجاله ان الست ما بيهمهاش ان جوزها يبقى رشيق. يعني ده خطا شائع. شايفين الفرق ما بين قبل وبعد دكتور محمد؟ يعني اكتر حاجه بتفرحني فرق رهيب في الكرش. طبعا. وانا بقول لك انا كنت لسه جاي لك في الكلام. انا اكتر حاجه بتفرحني لما يقول لي انا القميص بقى يقفل عليا. ايوه دي بتفرحني جدا. انه حاله نفسيه بتبقى سيئه لما انت مش عارف تلبس لبسك ومش عارف ينزل يشتري لبس. يعني حتى يقول لي انا لما بنزل اشتري لبس بروح للمقاسات الخاصه اللي ما بلاقيهاش. تعب مش قادر العب مع اولادي. لا واختار اي حاجه موجوده وعلى مش رأيك. اللي على مش اللي مزاجه. انا عايزه. كل دي مشاكل بتأثر. طبعا احنا اتفقنا انها بتعمل امراض طبعاً. ولكن بتأثر على الحاله النفسيه بتخليك انت نفسك مش راضي عن نفسك. عايزين نكمل صور كمان لان النتائج قبل وبعد بالنسبه للاطفال وبالنسبه للستات وبالنسبه لناس كتير جدا جدا مش ممكن الواحد بجد يصدقها باينه في اللبس. يعني ممكن نشوف الصور تاني بليز.
طيب لغايه لما اهي بعد الصوره دي. بصي الفرق في الشميز يعني القميص، بصي القميص اللي هنا والقميص اللي هنا الشكل مختلف ازاي بالظبط. ودايما دايما يعني الرجاله او حتى الستات بيتجنبوا الصوره اللي بالجنب اللي بالجنب. انا لسه كنت هقول لك بصي ده حتى متصور بالجنب عشان ده يبين ده جريء ده جريء. ايوه يبين اكتر لو كان في بطن او لا او البطن نزلت. وهي دي الفكره، فكره الالياف على الدهون اللي موجوده في البطن. المتصل كان سال على زوجته يعني كانت حامل وخلفت وعندها دهون في البطن، هي دي يعني بصي نفس الفكره، فكره الدهون اللي في البطن لانها بتتركز بيبقى في حاجه اسمها سنترال اوبيزيتي او سمنه مركزيه كده متكومه في حته البطن. فعشان كده دايما انا بقول الياف صوتي مش بس هتخسسنا، لا دي هتخلينا نخس دهون فهتخلي شكل جسمنا حلو. اكيد الريفيوز بتاعت حضراتكم بتهمنا جدا جدا، وكمان بتهم اورجانيكا او الشركه علشان تعرفوا ايه تجارب الناس طبعاً. وتبداوا دكتور قدامنا اهي الريفيوهات الريفيوهات دي بتستفيدوا منها ايه بقى؟ ما انا هقول لك الريفيوهات دي بتبقى ناتج عن المتابعه. وهي دي ده اللي بتكلم فيه. نظام المتابعه يا جماعه، احنا كل 10 ايام حد بيتصل بيك يتابعك فبنلاقي الريفيوهات دي. انا فرحانه، انا خسيت، انا تقريبا معظم اللبس بقى يدخل فيا، انا تقريبا معظم الاكل ما بقتش باكله. فهي دي الريفيوهات اللي بتطلع لنا من نتاج المتابعة. بتقول ياسمين بتقول ان هي بدات تخس مع ان هي لسه بقالها اسبوع بالزبط. هل ممكن ال بصي انا دايما بدي دايما اول 10 انا مش عايزه وزن، انا عايزه احساس شيب. حتى شيب صح صح صح. انا بقول لك دايما بندي اول 10 ايام هم اللي بيبقى فيهم ايه يعني اول الستارت نفش شويه، بنحاول نفش كده شويه في اول 10 ايام. طبعا نشوف الصفحه على فيسبوك، صفحه اورجانيكا على فيسبوك. وطبعا على فكره كلمه ست الستات دي مش على بس صوتي، ده على كل حاجه يدخل بس اورجانيكا ويقول ايه، يدخل برجله اليمين في اورجانيكا يقول ست الستات. انا تبع ست الستات. طبعا ليه بنعرض شهاده الايزو دكتور محمد؟ بصي شهاده الايزو ليها امباكت او ليها تاثير مهم جدا، الا وهو ان الحاجات دي يا جماعه او منتجات اورجانيكا عامه متصنعه طبقا للمعايير والمقاييس العالميه. يعني مش تصنيع اي كلام، مش تصنيع اللي هو تعبئه وخلاص. كل المواد وفي حاجه مهمه، مش داخل فيها العنصر اللي هو ايه انك بتحط بايديك والكلام دوت. الحاجات دي بتنقل عدوات والكلام ده. فطبعا هي كل الحاجات ميكانيكال وحاجات طبعا ايه. سماح معانا نلحق ناخدها في 30 ثانيه اللي فاضلين لنا. يا سماح بسرعه بسرعه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازاي صحتك؟ اتفضلي. الحمد لله بخير. الحمد لله. معاكي دكتور محمد، هتقولي لنا ايه؟ احب الاول اشكر الشركه وبصراحه بالمنتج الجميل اللي انتوا عملتوه لنا دوت، حاجه ممتازه جدا. واقول لحضرتك بصراحه يعني انا فرحت قوي 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 بالعروض اللي انتم منزلينها، لان دي احلى حاجه. قلتي ست الستات؟ قلتي قلتي ايوه. اخدتي 50%؟ خدت فعلا 50%. الله، هو ده اللي انا عايزاه. فرحانه بيهم قوي. خسيتي قد ايه؟ طيب فرحينا قبل ما نقفل. تقريبا 26 كيلو. في قد ايه؟ الله، في قد ايه؟ في 3 اشهر ونص. حلو جدا. يعني أشكرك. بعد 10 كيلو في الشهر. اشكرك. شكرا جزيلا. دكتور محمد تركي، النتائج يعني بجد بتبقى مفرحة. يعني أنا لما بسمع الأرقام طبعا دي والمدد دي ببقى سعيدة من جوايا على نجاح التجارب. عايزين بقى الكل يجرب ويشاركنا بقى تجربته ويقول لنا عمل إيه وخس قد إيه. ويعني بنوعدكم إن إحنا كل كام حلقة نعمل حلقة تليفونات زي النهاردة، ناخد تجارب حضراتكم أو أسئلتكم علشان دكتور محمد تركي يرد عليها. شكرا جزيلا دكتور محمد تركي المدرس بكلية الصيدلة، وشكرا على تجارب صوتي اللي عملتها لنا في الاستوديو. وشكرا كمان لحضراتكم انكم تابعتونا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد. يا رب اشوفكم على كل خير. باي.